مرحبا، هذا أنا بليبي. أصدقائي، كنت ألعب بدمية الديناصور هذه. واثق بأنكم تحبون الديناصورات. أتعجبكم الديناصورات؟ أجل، إنها جميلة جدا. نعم، إن الديناصورات تختلف في أشكالها بين ديناصور وآخر. رائع. واو. أجل، الديناصورات عاشت على كوكبنا. كيف علمنا هذا؟ هذا لأن الإنسان عثر على مستحاثات. أجل، مستحاثات الديناصورات، أليس عظيما؟ أجل، المستحاثات بقايا نباتات وحيوانات وديناصورات كانت قد عاشت في زمن بعيد جدا. حسنا، أحب الديناصورات. أنتم وأنا في هذه الحلقة سنطلع على الديناصورات وسنبحث عن المستحاثات. انظروا. أجل، لدي دلو فيه بعض الرمل. نعم، لقد عثرت على هذا الرمل في الخارج. علينا أن نستعمل بعض الأدوات لنستطيع رؤية ما في الرمل. ربما نعثر على المستحاثات. أجل، حسناً، الأدوات التي معنا عدسة مكبرة. واو. رائع. حسناً، تساعدنا على رؤية الأشياء بوضوح كبير. أوه، مجرفة دقيقة. أجل، أجل، إنها مجرفة تساعدنا على جرف الرمل. أوه، وانظروا ما هذه. أوه، إنها فرشاة. وهي لننفض الرمل بلطف وحذر، لأننا لا نريد أن نكسر المستحاثة. حسناً، لنرى ماذا لدينا الآن. أجل، هذه حفنة رمل. هيا بنا لنأخذ المجرفة الدقيقة ثم نجرف الرمل. حسناً، هكذا، علينا تفريقه. رائع. أجل، والآن بعد أن جرفناه وفرقناه. أوه، نعم، أظنني رأيت شيئاً. أوه، أرأيتم؟ أجل، عثرت على مستحاثة. نعم، لونها رمادي. مدهش. أوه، انظروا، رائع. علماء الآثار يحبون فعل هذا. أجل، إنهم دائما يكتشفون كثيرا من المستحاثات. ربما تصيرون علماء آثار يوما ما. واو، انظروا هنا. أجل، عثرنا على كل هذه المستحاثات. انظروا أيضا إلى هنا. أجل، هناك مزيد منها. واو، لننفض الرمل. رائع، شاهدوا. أجل، كأنها أسنان، لعلها من الفك السفلي. رائع. هذا عظيم جدا. حسنا، هيا لنفرغها لتظل نظيفة ومرتبة. إذن الآن دعونا نفحص هذه المستحاثات. واو، إن هذه المستحاثة جميلة. نعم، قد تكون مستحاثة حشرة أو شيء ما، لا أدري، أو قد تكون من بقايا ديناصور، لا أدري. لعلها جزء من جسد ديناصور ما، ليس إلا تخمين. لكن أعلم ما هذه. نعم، واو، يدل شكلها على أنها مستحاثة لقفص صدري. أترون؟ أجل، قد يكون هذا القفص الصدري لديناصور صغير جدا. رائع، لعل القفص الصدري والديناصور معا كانا بهذا الحجم تقريبا. مرحبا. حسنا، ماذا لدينا أيضا؟ واو، مدهش، هذا نوع من أنواع الحصى. من يدري؟ واو، انظروا إليها، لا شك أنها بقايا من ديناصور مائي. أجل، إن ملمسها ناعم جدا. تبدو أيضا كأنها صدفة، أليس كذلك؟ لا أدري. واو، كان التنقيب أمرا ممتعا لتعرفنا المستحاثات. أجل، واو، ربما المرة المقبلة تخرجون لجلب الرمل مع الأدوات المناسبة وقد تنقبون، ولعلكم تعثرون على المستحاثات. هذا جيد. واو،
واو. من الممتع حفر المستحاثات وتنظيفها. أنا أحب الديناصورات، ألا تحبونها؟ إنها جميلة جداً. انظروا إلى كل هذه الديناصورات. واو. شاهدوا هذا، أتعلمون ما اسم هذا الديناصور؟ أجل، إنه يسمى تيركس. أجل، التيرانوسور ريكس. واو، إنه ديناصور مخيف جداً. أجل، هذا الديناصور يتغذى باللحم. أجل، يأكل الديناصورات. أجل، وهذا النوع يسمى لاحماً. نعم، هذا يعني أن نوعه يتغذى باللحم. نعم، أيضاً ما يؤكد أن تيركس ديناصور لاحم، أن فمه كله مملوء بالأسنان الحادة. انظروا إلى هذا، يسمى باسم برونتوسوروس. يبدو ديناصوراً لطيفاً. لاحظوا عنقه الطويل، رائع، إنه طويل حتى يستطيع الوصول إلى أعالي الأشجار ويأكل من أوراقها. فغذاؤه ليس مثل التيركس. أجل، فالبرونتوسوروس حيوان عاشب. نعم، وهذا يعني أن نوعه يتغذى بالنباتات. إذن صار لدينا نوعان. أجل، هيا لنسميهما معا، تيرانوسور لاحم وبرونتوسوروس عاشب. لحظة، حان الآن وقت سماعي أغنية الديناصورات. أجل. قبل زمن بعيد في كوكبنا العتيد، من قبل أن يخلق الإنسان، قد كان يعيش في ذلك الزمان نوع من الحيوان. ديناصور ديناصور، إني أحب الديناصور. ديناصور ديناصور، إني أحب الديناصور. الستيجاسور حجمه جدا كبير، ولكن عقله صغير صغير. الترايسيراتوبس لديه قرون، سلاحه القوي والمضمون. البراكيوسور لديه عنق طويلة، ورأسه صغير كالفسيلة. التيرادكتول يطير في السماء، وكأنه كنسر في الفضاء. وإن حط على الأرض لكي يسير كزرافة بطوله المثير. ديناصور ديناصور، إني أحب الديناصور. الرابتور ذكي سريع، يعيش مع مجموعة القطيع. الإيلازماسور يعيش تحت الماء، ويغوص من غير عناء. الإنكليوسور ذيله كمطرقة، ولدرعه حماية محققة. السباينوسور له أشواك متينة، وكأنها شراع فوق سفينة. هذا التراينوسور ريكس، زعيم الديناصورات. ضخم لديه قدمان وذيل، وله أقوى الأصوات. كبير كبير أيضا لاحم، لن يد له سوف يزاحم. لكن يديه هما صغيرتان كعودين معلقتان. ديناصور ديناصور، إني أحب الديناصور. ديناصور ديناصور، إني أحب الديناصور. ألا
لم تكن تلك الأغنية مذهلة؟ بلى، أنا أحب الديناصورات وأحب الرقص كثيراً. ألم تشعركم الأغنية بالحماسة؟ لحظة، خطرت لي فكرة، لما لا نختار معاً ديناصوراً ونؤدي رقصاً كحركاته؟ حسناً، أي ديناصور نختار؟ نعم، لنختار تيركس. أجل، حسناً، سأعلمكم كيف ترقصون مثل تيركس. أولاً، هيا، ضعوا أيديكم هكذا، فيداه ليستا طويلتين. أيضاً، مثلوا أن لديكم مخالب. وبعدها، أطلقوا صوت زئير. حسناً، فلتبدأ الموسيقى. استمتعت بالرقص كتيركس، لقد كانت تلك الحركات رائعة جداً. أيضاً من الممتع أن نتعرف الديناصورات معكم. والآن انتهت حلقتنا اليوم، إذا أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ B-L-I P-P-I بليبي. أحسنتم عملاً. حسناً، أراكم بخير، إلى اللقاء.